أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقة سأنقل لكم بعض صور الفوضى التي تعم العراق منذ عام 2003، صور قليلة من هذه الفوضى التي تجتاح العراق في كل المستويات منذ عام 2003 لحد الآن، وسأنقل لكم بعض صور التناقضات بين الأقوال والأفعال التي تطبع الحياة، يعني حياة كل أحزاب وقوى العملية السياسية، وصارت منهج لحياتهم فعليا لقوى العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها. الصورة الأولى ربما لكي نختصر الوقت، العراق مثل ما تعرفون منذ فترة يعيش أزمة، منذ انخفاض أسعار النفط وظهور الكورونا يعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة جدا، والحد اللي في كل شهر نسمع أنه الحكومة ربما لا تستطيع أن توفر رواتب الموظفين اللي يبلغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، والمبلغ اللي يحتاجوه لهذه الرواتب فقط نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار، فغير قادرين أن يوفرون لأنه أسعار النفط لا تأتي، يعني واردات النفط لا تأتي إلا بربما أقل من نصف هذا المبلغ، يعني ربما مليار ونصف إلى مليارين دولار تأتي، والباقي يجب أن يستدينوا يقترضوا، وهكذا الوضع صعب جدا في ظل ظروف اقتصادية صعبة. 95% وأكثر من 95% من الاقتصاد العراقي يعتمد على الموارد النفطية. العراق بلد اقتصاد ريعي، لا سياسة فيه لا اقتصاد فيه، فوضى سياسية، فساد، كل هذه أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نعاني منها الآن، ومنذ 17 سنة لحد الآن لا توجد لا سياسة اقتصادية ولا رؤية للتخطيط، فبالتالي وصلنا إلى هذا الحال. في ظل هذا الوضع طبعا المنطقة كلها تعيش، والعالم ربما كله يعيش أزمة اقتصادية، ولبنان التي يوجد فيها أحد مخالب إيران حزب الله اللي يوجد في لبنان ويقاتل في سوريا ايضا ويقاتل ايضا في العراق كتائب حزب الله العراقيه، هذا الحزب بسبب الضائقه الماليه بسبب الضائقه الاقتصاديه في لبنان الخانقه جدا، البنوك كلها لا توجد فيها اموال، العمله الصعبه، البعض منها هرب والبعض الاخر سيطر عليه حزب الله، وبالتالي حزب الله يحتاج الى اموال ويحتاج الى الدولار، كيف يوفرون الدولار لحزب الله اللي كانت موله ايران؟ كيف ذلك إيران اللي اقتصادها منهار غير قادرة أن توفر كل هذه المبالغ، غير قادرة أن تفعل شيئا لأنه هي داخلة في عقوبات شديدة، أمريكا فرض عليها عقوبات شديدة، اقتصادها منهار، نفطها لا يباع، كورونا تعصف بها بشكل قوي، وضعها الاجتماعي والسياسي مفكك، غير قادرة أن تقوم بشيء، لذلك تضغط على العراق من قبل بواسطة ميليشياتها وقواها السياسية التي في العراق على الاقتصاد العراقي ليمول حزب الله. كيف يمول حزب الله؟ البنك المركزي العراقي يعمل يعني مزاد للعملة الصعبة، فتدخل أربع بنوك لبنانية مثل ما حصل، أربع بنوك لبنانية تدخل لتشتري العملة الصعبة الدولار بالدينار العراقي، وكيف تحصل هذه البنوك اللبنانية على الدينار العراقي؟ تحصله من خلال شركات وتجار تابعين لإيران، يعني أعطتهم إيران مظلتها ودعمتهم منذ عام 2003 لحد أن يسيطروا على السوق العراقي وبالذات منطقة الشورجة، يتحكموا بالتجارة العراقية عموما، يتحكموا بكل مصادر الأموال، وهم الذين يمولون هذه البنوك، إضافة إلى أنه البنك المركزي العراقي بدعم من الحكومة يعني بأوامر من الحكومة تبيع العملة الصعبة لهذه البنوك اللبنانية بسعر مخفض عن ما تبيعه المواطنين العراقيين. إذا كان المواطن العراقي يشتري يعني الدولار الواحد ب 1120 دينار، فهي تبيعه إلى هذه البنوك ب 1118 دينار، فبالتالي فرق بالعملة، هناك مبالغ كبيرة عندما توفر بالدولار للعراق يصرفها بالدينار العراقي، يحولها إلى الدينار العراقي لكي يوزعها رواتب، 4 مليار ونصف المليار دولار تحول إلى أموال عراقية من الدولار، هذه كل الفرق، فروقات كلها تحول إلى صالح هذه البنوك، وبالتالي تأخذ العملة الصعبة العراقية وتحولها إلى لبنان لكي يعيش حزب الله اللبناني، لكي ينعم بالرفاهية في ظل هذا العراق الجديد، وأهل العراق يذهبوا إلى الجحيم،
الذين يعانون الويلات، الموظفين يقطعون رواتبهم، المتقاعدين قطعوا رواتبهم وتراجعوا عنها، وهكذا الوضع الاقتصادي صعب جدا، وفي ظل كورونا التي تجتاح العراق، هذا هو وضع العراق وهذا وضع إيران في العراق. ربما الصورة الثانية التي نتحدث عنها هي أن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن صدعت رؤوسنا في قضية حصر السلاح بيد ما تسميه الدولة، ولم تفعل ذلك الحقيقة، والسلاح في كل مكان، والسلاح مبذول في كل مكان، والميليشيات وحدها ربما تؤسس جيوشا من هذه الأسلحة، وإذا ما دفعنا الميليشيات على جانب، يعني لا نتحدث عنها، لأن الميليشيات لا أحد يستطيع أن يسحب سلاحها ولا يستطيع أن يفتش مخازن سلاحها التي تحوي حتى على الصواريخ البعيدة المدى، هذه كلها موجودة عند الميليشيات. الميليشيات التي تحكم العراق والتي هي الدولة الأساسية في العراق وهي حاكم العراق الفعلي، لندعها جانبا ونأتي إلى العشائر. لا يمر أسبوع، لا يمر شهر، وربما حتى أسبوع لا نسمع به خبر عن نزاع مسلح بين العشائر يحصل بين العشائر، ونزاع هذا المسلح يستخدمون به كافة أنواع الأسلحة، حتى الدبابات والمدفعية والصواريخ تستخدم بين العشائر. هذا ما وجد، القوى الأمنية تتفرج ولا تتدخل في هذا الموضوع. آخرها يعني اللي حدث قبل يومين في قضاء الهارثة شمال البصرة، نزاع بين عشيرتين، لم تتدخل القوى الأمنية لوقف هذا النزاع المسلح، كأن الأمر لا يعنيهم. فأين هيبة الدولة؟ أين الدولة؟ وأين هيبتها؟ وأين القوى الأمنية؟ لماذا نصرف كل هذه المبالغ الكبيرة من الموازنات تخصصها للقوى الأمنية والقوى العسكرية إذا كانت لا تحمي البلد ولا تحمي المواطنين ولا تمنع مثل هذه النزاعات ولا توقف مثل هذا التجاوز على الأمن العام؟ هذه جزء من الأسئلة. ما فائدة هذه الزيارات المكوكية والاستعراضات التي يجريها وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء للمدن والقوى الأمنية ومقرات القوى الأمنية والمقرات العسكرية؟ ما جدوى هذه الاستعراضات التي تجري إذا كان الأمن بهذه الطريقة منفلت، وإذا كان الكل يحمل السلاح ولا يهاب الدولة ولا يخاف منها؟ هذا واحدة من الصور التي يعني ربما يجب أن نذكرها. الصورة الأخرى التي علينا أن نذكرها هي صورة، يعني سمعنا الكثير يعني من التحذيرات من أحزاب وقوى العملية السياسية ومن الحكومات سواء عادل عبد المهدي وقبله والآن، أنه لا يسمح للمتظاهرين بقطع الطرق لأنه هذا فيه إساءة للمواطن، لاقتصاد المواطن، لحركة الحياة، لمعيشة المواطنين. ومقتدى الصدر يعني صدع رؤوسنا بهذا الحديث ودفع جماعات ما يسمى القبعات الزرق وغيرهم، دفعهم للنيل من المتظاهرين وقتل الكثير من عندهم، سقطوا شهداء وكثير جرحى بسبب اتهامهم بأنهم يقطعون الطرق ويوقفون الحياة، ولا يمكن قبول هذا الموضوع، وهذا تحت 100 خط أحمر مثل ما يقول مقتدى الصدر. لكن عندما تخرج ميليشيا رفحاء وتقطع الطريق العام الواصل بين بغداد ومحافظات الجنوب بالسلاح وتنصب الخيام على الشارع العام، لا أحد يتحدث ولا أحد يغرد مجرد تغريدة مثل ما يفعل مقتدى الصدر لانتقاد هذه أو يعني لرفض هذه المحاولات أو هذا التصرف. الآن المتظاهرين ما يسمون بالمتظاهرين من رفحاء أو هم هذه الميليشيات رفحاء، الآن بمجرد أن سمعوا أنه ربما تقلل بعض رواتبهم ليأخذوها ظلما وعدوانا على العراقيين منذ 17 سنة لحد الآن، وهم كلهم يحملون الجنسيات الأجنبية، عموما بغض النظر عن هذه المسألة لا يستحقونها، لكن هم الآن على أسوار المنطقة الخضراء يهتفون ضد الحكومة وضد كل شيء، وربما يحملون السلاح، أكيد يحملون السلاح، لكن القوى الأمنية لا تتدخل. لكن إذا متظاهر فكر أن يعبر جسر الجمهورية وجسر الأحرار سيواجهونه بالرصاص، ودماء المتظاهرين ما زالت على جسر الجمهورية وجسر الأحرار وجسر السنك، الكثير من دماء الشهداء الشباب الرائع هذا العراقي سقط على هذه الجسور لأنه مجرد ما حاول يعبر هذا الجسر وهو يطالب بوطن، لا يطالب براتب هو ليس من حقه. هذه هي صورة التناقض في الأفعال والأقوال، أو هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. أترككم بخير والسلام عليكم.